بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعينا الأعزاء، مستمعينا الأفاضل، أحيي بكم وأرحب بحضراتكم من جديد في انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة. وشوطنا الثاني والعشرون ينطلق بحفظ من الله وتوفيق، يحمل منافسات الإبكار من فئة الإنتاج. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. مباشرة إلى المركز الأول، إلى وعد اللي على الصدارة لسلطان بن محمد بالضحاك المنصوري، بينما المركز الثاني الهائل لسهيل بن غانم بن حميد النعيمي، ثالثا مع سيدة ميروان بن راشد بن كشيم الشامسية، بينما المركز الرابع تحركت وانطلقت هناك الدرعية لحمد بن طالب بن محمد بن شريم المري، بينما المركز الخامس الجمرية لحمد بن سالم بن علي الدرعي، وخامسا وسادس المراكز هناك مع انطلاقة الهائلة لسهيل بن غانم بن حميد النعيمي، وسادسا تحركت هناك وانطلقت ميعاد لنايع بن سالم بن نايع الاغضلية، والمركز السابع مع انطلاقة وتحديات الواصلة هي وصايف لمحمد بن حمد بالعود العامري، بينما المركز الثامن الوصول الجميل والانطلاق المميز من خلال وجود هذه الأسماء التي بدأت في الهجوم، ظن حمد بن محمد بسام المنصوري، وتاسعا مع انطلاقة شواهين مرزوق بن سالم بن سالمين المنصوري، والمركز العاشر مشكورة لسالم بن محمد بن سعيد العامري. هكذا هو النداء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة، ولكني أعود إلى المركز الأول وإلى الصدارة، إلى الجمرية اللي على المركز الأول تقدمها هذا الأداء الجميل لحمد بن سالم بن علي الدرعي، بينما المركز الثاني وعد 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 وعد، بدأت توفي بالوعد وتتقدم لسلطان بن محمد الضحاك المنصوري، بينما المركز الثالث وصلت ليان سالم بن خليفة بن ضبيب الشامسي، بينما المركز الرابع من الجانب الآخر الهجوم المكثف لدى المشاركين في هذا الشوط وفي هذا الأداء، وصلت هنا ميعاد نايع بن سالم بن نايع الأقفلي، والمركز الخامس هذه الواصلة والمتحركة هي فرقة لعامر بن هادي بن حويرب المنصوري، وخامسا وصلت على المركز السادس وتحركت ظن حمد بن محمد بسمة المنصوري، من اللي وصل من اللي تحرك، محيرة لسالم حسن بحفظ المزروعي، وهنا كحل لسلطان بن سرور بن احمد بن سرور الظاهرية، تدخل ووصلت مشكورة ايضا لسالم بن محمد بن سعيد العامري. هكذا مشاهدين الاعزاء بدأت تنافس بالانتاج 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 وقوة الانتاج وقوة المنافسة مع هذه الأسماء، غيرت هنا وعد 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 على المركز الأول لسلطان بن محمد الضحاك المنصوري، ولكن كحل بدأت هنا تكحل عينيها هنا على المركز الأول على الصدارة لسلطان بن سرور بن أحمد بن سرور الظاهري، ولعت المنافسة يا جماعة. ليان على المركز الثاني، هناك لسالم بن خليفة بالضبيب الشامسي مع ليان بالمركز الثاني، ثالثا محيرة سالم بن سعيد بن محسن بن حفيظ المزروعي باللحظات المثيرة، ولكن ليان 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 طارت إلى المركز الأول، طارت إلى الصدارة، حلقت في سماء الوثبة هنا بشعار سالم بن خليفة بالضبيب الشامسي، تهانينا على هذا الفوز، على هذا الانتصار، على هذا الإبداع الجميل من ليان، سلام العين سلام على هذا الفوز، تهانينا لمالك ليان سالم بن خليفة بالضبيب الشامسي. المركز الثاني كحل لسلطان بن سرور بن أحمد بن سرور الظاهري، المركز الثالث وصلت في محيرة سالم بن سعيد بن محسن بن حفيظ المزروعي، المركز الرابع مشكورة سالم بن محمد بن سعيد العامري، المركز الخامس
هناك وصلت في ايضا لحمد بن محمد بسم المنصوري. اذا متابعينا الكرام منافسه شيقه واداء كبير، ولكن الفوز كان مع ليان، هي البطله وهي المتوجه وهي المتالقه والمتميزه بهذا الشوط، حيث انفردت بهذا الانفراد الجميل والرائع هنا في هذه المشاركه الجميله هنا في ارضيه هذا الميدان عاصمه ميادين سباقات الهجن. نتابع التوقيت الزمني المرافق لليان لسالم بن خليفه بضبيب الشام، 4 دقائق 28 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، بينما كحل أتت بالمركز الثاني سلطان بن سرور بن أحمد بن سرور الظاهري، هنا 4 دقائق 28 ثانية و8 أجزاء من الثانية. هناك أم حيرة بالمركز الثالث لسالم بن سعيد بن محسن بن حفيظ المزروعي. التوقيت الزمني 4 دقائق 27 ثانية جزءا واحدا من الثانية. أما المركز الرابع فكانت على المركز الرابع، هناك مشكورة لسالم بن محمد بن سعيد العامري، هنا 4 دقائق 29 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. أما المركز الخامس فكانت هناك ظن لحمد بن محمد السم المنصوري، هنا 4 دقائق 29 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.